histoire de choc en Paris. D'accord. تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة مختصة في الاتجار غير مشروع بالمخدرات من نوع الهيروين، الهجرة السرية والإقامة غير شرعية. من خلال استغلال معلومة وصلت إلى الفرقة، مفادها وجود شخصين من جنس ذكر وأنثى يقومان بترويج المخدرات من نوع الهيروين على مستوى أحياء العاصمة. عليه قامت الفرقة بوضع خطة أمنية محكمة لتتمكن بالإطاحة بهم في حال التلبس رفقة الممول الرئيسي وكذا شركائه من جنسية إفريقية. العملية أسفرت على إيقاف 7 أشخاص من بينهم 3 رعايا أجانب، مبلغ مالي مقدر ب6,745,000 سنتيم، 720 غرام مخدرات من نوع الهيروين، 250 علبة أدوية تستعمل في تحضير هذا المخدر، 15 هاتف نقال، 2 كمبيوتر محمول، سيارتان سياحيتان.